احنا من شوية يا دكتور حسين كنا بنتكلم على التنمر، نعم هو كان في تنمر على ايام سيدنا النبي؟ طبعا. طب ما تقول لنا واقع كده حضرتك، يعني نستسمح حضرتك تقول لنا كده كان الاسلام بيعالج ازاي موضوع التنمر؟ أعظم حالات التنمر هو رفض بعض الرؤساء المشركين بمكة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وفي الصلاة الطائف والسلام. لما سيدنا النبي راح الطائف يدعوه، واحد قال له أما وجد ربك غيرك؟ يعني ربنا ما لقيش حد يكون ذو منصب وذو عيلة وذو قبيلة وذو مكان عشان يبعته، لأكش غير أنت أيها اليتيم الفقير. فدي صورة من صور التنمر المبكرة جدا. تمام. ايضا المشركين كانوا شايفين ان المشركون كانوا شايفين ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف، فبيرفضوا الاسلام بسبب اللي بيدخلوا فيه الضعفاء، وده تنمر. فجه الاسلام عشان يعالج الامر ده كله، قال لك لا، كلكم لادم وادم من تراب، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا فضل تمام. لابيض على اسود ولا عربي على عجمي إلا بالتقوى. جميل جميل. طيب يعني احنا كده رسالتنا حضرتك معايا على الهوا، وانا بحب يعني اسمع من حضراتكم، خاصة انتوا يعني اهل الدين واهل الفهم في المسألة دي. النهارده في حضرتك ناس تلاقي حضرتك كده مثلا تقابل واحد مثلا، يعني مع احترامي طبعا للناس اللي هم يعني مربين دقونهم، انا بحترم اي حد طبعا يعني، بس عايز اقول أكيد. تبص تلاقي مثلا واحد مربي دقنه مثلا، فيبص للي هو مش مربي دقنه او اللي هو يبص له كده ان هو يعني ان انا اعلى منك يعني. طب ده ينفع؟ هو ما هو الدين اتحجب او اتحكم في موضوع لحيه؟ لا طبعا، ده ينفع؟ ده ينفع يا دكتور حسين؟ لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ولكن ينظر الى ينظر إلى قلوبكم. قلوبكم. نعم 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 يا دكتور.